ما يدرون قلبك ابيض قلبك يا غازي. احنا اشار وين اشار؟ ما يدرون قلبك ابيض قلبك وين ابو شعر؟ حطه بطني. ما يدرون، ما تدرون قلبه ابيض من الصاج. والله ما تدرون ايه ابيض من الليل. ما تدرون، ما يدرون قلبك ابيض وانك صاحب مشاكل من الدرجه الاولى. الحين وش توقعاتكم بيسوون يا ابو كاتب؟ خصم عليك الفين. والله انا اشوف انك تستاهل الخصم. انا؟ ايه شلون تطاول على جيم القديم؟ ما بيستاهل. بعدين انت جاك على كلاب ومتوشه بالاسد. يا ولد الكلب عند ساقي. ما لا تقول شيء. لا يجيك هامه عند ساقك بتقول بهكذا. خلاص يا اخوي كلب الرئيس رئيس. والله واضح انه تحترم الكلب. اي والله. نعم المفروض تحترم الكلب. زين لا جاك و ترى ابو راشد انت زعيم قائد. يا رجال ما انا بزعيم يا رجال، زعيم وش زعيم الطاوله اللي هنا. صدقني استانست قالوا بيطلعونك. والله حسيت قلت الله يفرج. لا لا مش بلا هم تشاب كهري شابك فواز. ليه ما تبي تطلع ابو راشد؟ لا هذه ما تبي تطلع. هذه اسمها وحده الدول ابو راشد الخليجيه. ابو راشد انت ما تبي تطلع يعني؟ وين اطلع؟ تراك نشفت في حلقي يا مسلم، نشفت في حلقي يا هود. فرق بيني وبينك. لا 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 بدون ضرب، بدون ضرب. ترى الضرب عليه خصم، عليه خصم. والله يا ده العصا توقع في راسك. حول ولا قوه. انت خابر الشيبه اللي كبر وخرف وعود على عياله. ضربتني مع راسي وخشمي صدق. تكفى ليتني اقدر. وش بتسوي؟ ليت ما حنا في برنامج حتى اني اطلع حرتي اللي في كبدي في راسك. يا ابو عبد الله انت مزعل. اي بالله مزعلني. اي انت مزعله. مزعلني كذا انا حاس رجال من كلامه. كبر علي الشاهي ذاك اليوم. ما كبيت الشاهي ابي اشربك. اخ تسمع جمار الرجال. هي من حقه والله، من حقه رجال. الا من حقه. لا 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 شفت انت، انت عادني بخرق عيونك لين المليان. ليه؟ كذا ما ابغى. ماني برد عليك. بيض الله وجهك. نعم كلامك مردن عليك ولا انا مردن عليك. ما كبيت الشاي عليك انا اسوي. يا حبيبي يا حبيبي انا اقرطب ظهرك. والله تكفى والله. طيب لحظه الابار انسده بس نزل غترتك. لا مو بعيد. والله نطق قدام العرب. خلاص غترتك اخطيت عليه. لا قدام العرب يا وين يا هنا طال عمرك هنبطح على بطني ويسوي لا ليه؟ اظهر يا اخوي انا طاق انا اظهر ابوي. لا صح هنبطح على بطني. يلا ويبغى يقرطب ظهري. يلا قرطابة الظهر هذه يبغى لها سدحة الشرير حتى تربط على طول. أيوة. هو انت اللي سوالك اياها يا ولد؟ هو ابو شايع. ابو شايع سوالك الظهر؟ من هو؟ رجال الله ارتحت؟ في دمتي يا ولد. انا ماني بخير انا الباقي. اجل انا ما من... الغرفه ما اجيها، ما ارقد في الغرفه انا. انا ما ارقد في الغرفه. اخ شو ما ترقد؟ من يوم تدري من يوم وزع الرصيد ما دفعت ريال واحد؟ عند عمره والله يجي. ما صرفت ريال واحد. عند عمره والله اشهد اني ريال واحد والله العظيم ما صرفت. انا الوحيد اللي ما انت كم عندك انت؟ ها؟ هات كم عندك؟ خير فضيل. جعل في العافية. خير فضيل. أنا أتمنى لكم كلكم بجيوبكم مليان. إيه لا 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 أنت مبغض، أنت مبغض لي. إن كانك ما أنت مبغض انبطح على بطنك خليني أطق قلبها. بيطق قلبها الرجل والله إنها يلا هذاك الله. ما علي مو هو هنا. لا بطق هنا ولا يا إخواني مو هو هنا. وين؟ في الغرف اللي داخل. الغرف اللي داخل. بالحانة اللي قاعد تحمل الحانة. خلاص يا أبو سعد أبو سعد خلاص. تكفى يا أبو عبد الله فرق بيني وين؟ خلاص. أنا جف لساني وحلقي. حي امي دمك. والله اني انكرتك يا ولد. حي امي دمك. والله انكرتك انا. والان شيخ ابو راشد. والان شيخ روح يا ابو عبد الله. عز الله اني انكرتك قبل شيء قدام الرجال. ليه؟ يا ولد اختلفت. ادب لا اختلفت انا؟ اي ليه؟ ما ادري. صدقني ما اختلفت. كيف اختلفت؟ ما ادري. اختلفت جاتني خلفه؟ انكرتك ما انت برفيق لي انا خالد. لا لا ما اي دليت يا ولد. جاتني دله يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طلع الكلاب والرياجيل واحد منهم طامرك. انت تدري ان الحاجات اللي هو جايبها معهم يا مسلم انت داري اني لو اني قحصت على الرجال ولا قلت له شيء تدري انها خطا يفك علي الكلاب والله ما عاد يبقى مني عظم. خطا ما تنفع تكون هنا والله ما يبقى منك عظم لو تفك هذا قميص طلع الناب الواحد طول ذا والله لا وهنا رياجيل واحد منهم اظهره ذا كبر اخوان السبعين رياجيل مركبين مركبين تركيب. لا شفت زندك 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 كبر راسك ولا بطل وعافية وعافية. ها لو تركد أنا الحمد لله إني ما تصدمت مع أحد منهم ولا كان بأمده لأن لا يا ولد حتى واحد منهم لا جاي يتكلم طالبك أزورك في المستشفى نفس الرجال اللي تخاف عندكم بتزورون نفس الرجال ما بخلاف نفس الرجال جاني تخاف لا يا ولد حتى كلامهم روحوا هناك لا لا يومني بينه وبين محمد بن خير جاني مسك مسك احنا في مسابقة ولا في أقول أنا أقول لكم يا رجال محمد بن راشد بن عمرة المري اختلف احنا في مسابقة ولا في مسابقة لا في هدة تكفى يا مقرن احنا في هدة تكفون يا رجال خلنا نتوحد على الرجال اذا خلوا علينا نتوحد عليه. انا تدرون يا رجال اني تعديت الكلاب واني ابغى التفت اشوف تمشي وراي ولا راحت كذا تدري اني جيت بينه وبين محمد بن خير الموت جيت بينه وبين محمد بن خير اقول له محمد ويمسكني منه يمسكني منه جيت بينه وبين محمد بن خير ويمسكني منه مع ذي
يحط اصابعه الثنتين الله يا ريجي كذا ابا ما تطير لا ما ابغى شف علي الطلاق لا عاد تمسني ولا تجيني طلاق انا غدي بيني وبينك علم هذا ابشر 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 دي ايام فأنا يجيني يقولوا لي لا اطلق ما انت تجيني وتشف في حلقي انا اطلق تعال ابرك ابرك لي عبد الجمال شغلتي لا متى فارق بيني وبينك يا اخي لا عاد تجيني ولا عاد تمسني يا اخوي انا رجال اني اطلق على طول والله يجيني يقولوا لي لا اطلق يا محمد بن راشد ايش انا اسوي؟ اطر جيبي يا رجال ولا اتحدى انا وياه انت ادعي ان الله يفرق بيني ادعي ان الله يفرق بيني وبينك يا رب العباد مع ذا المساء يخليك ورا ذا ورا ذا البيت ما ايش دراني جبري ديرت بعيد وين احذفه في ابعد دير برا القريه كفايه لا في الجزائر ولا في المغرب الجزائر دير تنزينة اجل في الصومال ولا في والله دير تنزينة كلها كلها ديار المسلمين جعلهم حاكسر هم ايش اسوي؟ انت تبيني بعد انا بعد يا ابو عبد الله يا مقرب لا والله يا دين ازعل ابشر الله بسم الله شو تشبه انا بيني وبينك علم ان شاء الله ايش ما سويت لك شيء انت ايش فيك يا مشرف والله ما سويت لك شيء انا من يوم دخلت وانا خادمك تخدمني؟ اي والله احد قال لك اخدمني؟ اخوي انت انا ما ابغي احد يخدمني انا بخدم عمري لا احترام الكبير احترام الكبير واجب يلا يا ربي وانت ربي يا الله يفرق بيني وبينك ولا شوف لي يا رب العباد انا ايش بلاني انا مخطي ولا طر الله جيبك منا لباب امانه خير الرعايا هولتها جعلها والله يسلم اللي دلكك هولتها كلاب ان طال عمرك عند ساقي ورجال واحد منهم معرض كتوفه ذا كبره كان مركب كان كلاب عند ساقي هو يبي يا ثم عقبه جاني تعال يا من اللي قال انا رئيس القريه يا رجال والله لا هش ولا نش تعال ليه تقول انت رئيس القريه قرر الله جيبك انا ايش قلت ابو كاتب ما هش ولا نش اللي ما هش ايش ابو كاتب ما هش كاتب افرق بيني وبينه يا رب العباد من هو؟ ابو كاتب هو اللي تقول ما هش ولا نش وش هو يبغي مني؟ ما اخذ الا انا ابو راشد في 26 انا ابو راشد هو اللي ما خلاه ابو راشد خير لساني وينه ما نفع لساني عنده ابو راشد ابو راشد اللي ما هش ولا نش من هو ابو كاتب اشهد انك ما انت صديق الله انك عدو مبين مبغض مبغض يبغيني اعيد الكلمه عدو عدو لا ماني بعيد الكلمه ترى الله جايبه وش يبغي مني يديني الين ما عاد ابغى حكي يا رجال ابغى اتكلم هم حق هيبته وهم حق كبير سن ولد وخر وراك يا ولد لا تجيني يا ولد لا تفرق بيني وبينك يا مسلم لا تغمزني يا اخي أبن ما والله يا ابو راشد والله انها ابيض لا 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 والله انا يا عبد الله ما ابغى اخربها تو العرب يا مسلم ما افرق بيني وبينك يا ابو راشد والله العظيم انها ابيض وجهي فيك ذبحي ما لكم بياض عندي ادلك ركبته والله ركبته توجع يا ابو راشد اولتها كلاب عند ساقي عقبه دعاني تو الله وخلقه قدام التلفزيون والعرب ليه تقول انت رئيس القريه يا اخوي انا كفو اما ابو راشد يا ريجي قال انا ما ابغى امزح خليكم انا ما ابغى امزح طيب انت كفو ما قلنا شيء ما دخلنا في اللي. انا اتمنى انك تطلع من الموضوع هذا كامل يا ريجي ودي ابكي يا ريجي والله ودي ابكي ولا طلعوني انا اروح ليه يا ابو راشد وش اللي حادك عنك هو طلع على ساقي مثل والله يا دمت الهاشميه ناقري كلاب بغى تاكل ساقي اخن وجهي ما هي بذياب ما هي بذياب يا ريجي اقسم بالله انا وراك يا ما اقول رحب عسى عسى اقسم بالله العظيم انهم انه يجيب الكلب الان عند اي عندك انت هم ناويينك يا ولد يبغوني يا ريجي وذا قلت يا ولد افرق بيني وبين الجعري يا مسلم انت هو شبل عصا ليه؟ يا هو شبل عصا احترمه احترم احترم ايش؟ احترم كل الموجودين وش احترم؟ احترم الكلب كل ابو انت بقوط الله يحييك ابو راشد انت ما فيك عقل ابو راشد خبل مصفي احترم لي كلب الناس ولا حيوان ابو راشد لو انفك لو انفك ما يا ابو راشد عجل انه ضاع لسانك قدام ايش جاك اي والله ضاع لساني قومي والله ابو راشد لو انفك نعم حقه لو انفك طيب انا بس لو انفك القيد ايش بتسوي؟ لو انفك القيد انت واخوي ولا انت طيب بسالك ترى يجي لي معهم عمدان في هذا وش تراني اما دخل علينا هارون الرشيد ولا ما ادري ايش
تاخر علي انا واحد من العصر عباس اللمبات ذا الدنيا وطفوا الليتات وحالتهم حاله ولا قال وش اللي صاير اليوم العصر اليوم العصر وش اللي صاير الله يحييك قل للوالده سلم على الوالده وقل لها ان محمد بن راشد راح فيها وصل انت ما دريت ايش صار له الله يحفظك لا تدري لا تدري وين اللي صار العصر اليوم ما صار الا الخير يا رجال انا اقول ما صار الا الخير يا رجال انا اسهر ما تقدر تصاح وش صار اليوم العصر يا ولد والله اليوم العصر ما رجع ما صار شيء انا دريت انه يبغيني تكفى يا ابو كاتب ما بهل الخير كل شوي تفشني عند اخوياي قال شو اسمك انت اسمك اسمي محمد بن عمرو المري بعد لا لا بعد ما قلت كذا ما قلت كذا محمد بن عمرو المري راشد ليش قال محمد بن عمرو ولد ابو راشد ما قلت كذا انت قلت محمد بن راشد المري شو اسمه قال؟ لا قال محمد محمد بن عمرو المري شو اسمك يا ولد؟ قال محمد بن عمرو المري ربي يعني ولا ايش؟ قال تعال اسمع هذا الثاني اكثر قال تعال تعال ظلمتك يا حلو يا رجال ليته والله دعاك يا نشوان الشاي اللي عندك بتحول عوام من هو ذا؟ ايش ذا قهول؟ اسلم ها الحين هو وش يقدر يسوي اكثر شيء؟ كل حاجه يقدر يطردك من القريه يطردني نعم لا يقدر يطردك من القريه يقدر يخصم يقدر اجيبك مش عربيت ابو راشد يحطك في غرفه والكلاب عندك قول لا اله الا الله حق اما حطتي في غرفه والكلاب عندي والله لا انت ولا القريه ولا ابو كاظم كو ايه عبد الله ايوه انا عادي مسوح يا ابو راشد بس وش اسمك ما قال محمد بن عمرو ولا طر الله جيبك اسكت انت عاد قلت اسكت يا اخي اتق الله في نفسك والله اني محب والله انك عدو مبين مبغض عداوتك بينت واضحه بلعانك تخرب على اخيك بلعانك تبغيني تبغى الرجال يحبلوا لي محبالهم يطردوني قبل لا ندخل ناشبه في حلقك انا علي في البرنامج لا انا بيك معي في البرنامج لاخر يوم اصاصا لاخر يوم انا طالبك يا عبد الله تفك ان شاء الله ابشر ما مني شر تدري انه يقدر يطردك من القريه ويحذف شنطك في الشارع ليه سريلانكي يا انا خدام مهري انا من كبير يا انا محمد بن جهيل والله هذا اللي ما نبقى ليه مالي اسم انا ترى شو اسمك انت عبد الله بن جليل هو اللي طالع حمد بالدام ما قلت اسمي كامل عبد الله رقم 14 ايه انا لو انه بصوت لي ابو سعد ويطيح من حلفك الدرام ذا ما شكله والله بدي بلبل حمل هذه ابو عبد الله ترى في انفلت عليه ترى نقرن سمعت ثاني يقول محمد بن عمرو المري ليه نقرن ما قلت محمد وش سمعت ثاني قلت محمد صديق مع محمد صديق انا لو انه سالني كان قلت عبد الله 14 كان قلت انا محمد رقم 2 تصدق فاتك ذي يا ابو لكن بكره ان شاء الله هو بيجيك انا احس انه بيجيك بكره انا صبيت عليك والله طال عمرك يا ابو راشد والله العظيم ابو راشد عاد الفرصه مواتيه باقي عاد كلام الكلام اللي انا ابغيهم طال عمرك يظهروني ما اروح لامي ولا اروح اسلم على عجوزي لا يا تظهر على وجهك ولا اظهر ان شاء الله بالناموس المركز الاول خلاص شو اجل تقول بطلع ايش فيك جامر بسم الله عليك ايش بالك شك طلع لك صوت انا حزين على جارك والله اه يا كبدي محمد بن جهيل بقى ياكلنا حتى دخلوا الكلاب علينا في الغرف وصاد لكن لا هم ما دخلوا الحمد لله هم ما دخلوا لا لهم لا اللي بيكتبها الله بيحصل تعليقك على الموضوع يا ابو تعليقي ابو راشد اللي بيثبت مجملا ولا لا مجملا دم دمي صحيح والله وش منه الكلب اسالك بالله شو تعليقك على الموضوع يا ابو راشد هذا شارب لي عصير فراوله ابو راشد تعليقك على الموضوع انا الشاه هذا شارب عصير فراوله ومعي من الله خير ولابس لبس جديد ومسوي نفسي بس انك اليوم العصر صراحه يعني اخطيت صراحه طيب تعليقك على الموضوع ابو راشد تعليقك على الموضوع ابو راشد المجرم يا رجل تعليقك على الموضوع ابو راشد ما عندي تعليق مره نو كومنت نو كومنت الكلاب شرعوا انا تريني يا رجل تلاحظون حاجه ان الكلاب يوم اقبل قامت تنبح انت تدري
يا ود الكلاب وش تنبح منه؟ أنا شايف إن لذيذ. لا الكلاب وش تنبح منه صحيح؟ تدرون يا ولد من إبليس ولا؟ من إبليس؟ سمعت إيش يقول؟ مراشد سمعت إيش يقول؟ مكاتم يا تدرون يا رجال انا ما تعشان يا رجال بكاتم مو بداخل عليك الا مع ذا الانبات وعلى الدنيا وذا الصوت ابو راشد انت سمعت ايش قال ابو سعد؟ كان الحين داخلين في مغاره سمعت ايش قال ابو سعد؟ الله اكبر يا ابن كاتم لساني يقول الكلاب تنبح وش قلت تنبح للذيب تنبح عليك انت وش قال؟ تنبح للذيب بالله عليك انت لا والله يقول ابليس يقول شفت ابليس انه يبغيني هو مثل الرجال اللي دخل بكلابه يبغيني هو ما يبغيكم يبغي الكلاب اليوم بغيت انا الشاي ابو ماضي يرحب الظاهر انها تدرس على الشخص ما عاد فيها ارحب يا ابو ماضي خربت الدعوه كلها من بدايتها لنهايه قال انت وش اسمك انت قال محمد بن رجل محمد بن ابرل راح صادق يوم قال يوم شد وش اسمك قال لا 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 يا ولد كني صوص ولا قال المري ابو كاتم هذا بقى ما هذا البري شو اسمك يا رجل ايش ابغى لي ما تدري تمنيت يقول ابو كاتم يقول ومين اللي مسميك العقيدة؟ وش كان طلعت؟ وش كان قلت؟ ودي اقول يستاهل عقيدة اخروا لا يبالك في عدوك لا تفزع لك ما فزع لي هو اللي واحد ما تفزع لي يستاهل ابو ماضي يقول لي اسمع اسمع ما فزع لي ما فزع لي اسمع اسمع يقول ما في شيخ هنا عندي هنا في القرية ما في شيخ يا اخوي انا راسي يوجعني خشم راسك يوجعك انا قعدت امزح مع الرياجيل مزح ما ادري وش هو قاعد يسوي خله اما غد متسابق مثل المتسابقين كم رقم كان؟ ما عندي انا شيخ كلكم متسابقين انت متسابق ان شاء الله محمد بن عمرو البري اقول لاني حكيت يا رجال لا وبعد عصاي معي قلت والله بجيك وانا خنوي بعدين قالوا خذ قال خذ خذ العالك قال ايه ما احب لحيه العالك ترى يضحك عليكم هو يبين الشخصيه الضعيفه كذا بس قدامه تعجبني انا عارفه الدليل على قوته انا ابو ماضي ايش رايك بالله باللي حصل والله دقيقه كلمه واحده الدليل على قوه العقيد محمد بن عمرو نعم وقفت ثابت لا لا ابو راشد ابو راشد الدليل على قوته ان ابو كاتم اول واحد يطلبه محمد بن عمرو هذا دليل من الرجل بالقريه لا دليل جاي بعيد انت ابو العيال ابو العيال هذا كنق العيال كنق العيال انت تبغى تزين ها لا بس ترى الرجال الرجال ما اعرف اسمه والله ترقعها قال شيء ترقع وشيء ما يترقع الله يسر يا ابو راشد الرجال ما اعطاك خصم ولا شيء والله اني اخاف بكره يقول محمد بن عمرو لا خصم خلاص خصم محمد بن عمرو مع هو ما يخصم الا على الدببه القصار والله اما على الرياجيل اللي عليهم الكلام ما يخصم محمد بن عمرو والله ان كني اشوف انا يحذفونك مع الباب يقفلون الباب يحذفون شنطك من فوق ما يحذف ما يحذف اسمع اسمع انت ما تحذف انت تدخل ابو عبد الله وش رايك تبيد تقول فنجيل قهوه على الكبر لا ولا تعودت عليها وين عود عليك ذا هذا رفيقك ابو ماض الشمس تبيد تقول فنجان قهوه عطني الشاهي ولا تهون لا لا يحذفونها بالشارع وتنفتح الشارع حذفوا الشناط يا ما تفتح منها معجون وفرشاه دائما شراط الخدمات اول ما تلقى فيها معجون معجون وفرشاه اقول مدح اليوم قلت بيطردونكم يحذفون شناطك عليك حذف يقول لي ابو سلنكيه اتخابرها الشراط اللي تشل كذا انا والله يوم قال اللي بيطلع قلت بس انا صياح ورا يا ري ها لا لا ما حنا ماكلين ما حنا ماكلين والله انا نفسي مسده مده خمسة ايام قدام تموت جوع تموت جوع اي والله لا ما موت لا وهالخير وين تاكل وين مطعم وين مجانا مجانا ما في شيء مجاني يا ابو اوه انت شغال في المطعم عقب انا على بالي ابو حصه جاني غالي انت ابو كاتم انت ابو كاتم سد نفسك حتى كل مره طيب خلاص اوكي عقب 115 جيبوا لي يقول ازعلك كله وضعه من الفلوس فلوسه شوف اجيب الكلاب يوم اقبل على جامعة كاش والكلاب ما ادري ايش تنام منه بالعاده 10 10 وش تجيب؟ في طعم اربع صياخي الوجبه ايوه في لحم في دجاج يا قو كبدك لا عندك تبي لحم ودجاج ولا دجاج كله ولا لحم كله؟ اذا انت بتجيب الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك شوف اذا انت بتجيب لي اياها من طيب خاطر ولا انا بجيك ترى لا يجيبونه ترى انا على متواضع طال عمرك متواضع انا متواضع وش تبي؟ اللي يجي وشو؟ والله ماني شكله ابو حصه شكله كباب ولحم ودجاج حلو من بتعشى منكم؟ ما حد بسرعه قبل احنا جاهزين والله نجيب لكم 10 لا لا تعشوا ترى الدنيا موليه الدنيا موليه قفل لا يهم منكم فلوس لا لا قفل الدنيا موليه انا ما معه انا قرضه ولا ما معه سلف الله يكثر خيرك شفته
وزي البخار كذا. والبخار نار دراكولا. تدري كيف طريقتها الدخان ذا؟ تدري انهم شابي لهم ضوء يمشي على الهلنجانه؟ نعم بعد ايه خير انت تذكر دخانه. انت ماشي ترى يمشي على كفرات. قال بالعصا. من هذا؟ من هو؟ ابو كاتم. ابو كاتم والله رئيس القريه ورجل يعني ما تقدر انك. نعم يحول قلبك يبطل قصب. ايه رئيس القريه. رئيس هذا بيته على كيفه. بيته وانا محترم بيته ما خربت عليها. احنا بقريته يا ابوه. نعم احنا بقريته. ترى فزع معك علي عبد الله وعز الله يبين ابو راشد هالليل انها غدت 10:08. لا والله ما تعرف تتكلم. بس انت سالس سالس قال له انت بطل ابو راشد. قال له وش اسمك؟ وبينت الشخصيه ذي انا اعرف. وش محمد بن راشد الحمراء. اي لا لا يوم ينشده يوم ينشده قال انت تسوي انشقاق. قال ابو ماضي حجار وانا اللي وكل ما جيت لي ويوم قال من انت قال محمد بن راشد. ما قال كذا ما قال كذا. هو ساله وش اسمك؟ قال محمد بن عبره البري. شفت هذا؟ شفت ابو قبوع ذا؟ محمد بن عبره البري. شفت هذا ابو قبوع؟ اول ما يض... اول ما يض... اصلا مو بدا ابو كاتم لانه اصلا مو هو ب... نعم انت الله. دليل على قوتك ناداك يا ابو راشد. بغى يكمل الاعياد اليوم ما بغى يقفلها. دليل على قوتك. قال انت مسوي شقاق في القريه. قال شفت انت شفت ما قال شقاق. ما قال شقاق. لا 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 ما قال شقاق. انا سويت شقاق يا علي. ما سمعت. انا سويت شقاق. لا قال انك تعترض على رئيس القريه. يا اخي انت تسوي انشقاق. يا مسلم توها زاينه بيني وبينك امس اذا تخربها مره ثانيه. قال ياخذ دعوه مسح وما ادري ايش. قصر الموضوع. سؤال من ظل ما صار الان تشات بينك وبين ابو الشباب؟ وين؟ من ظل ما سويت مع تشات؟ انا وياه ما بعد صار. انا وياه. الا بالله قبت بيني وبينك انا. لا 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 الا تحت الهواء. لا انا وياك. انا وياك. انا وياك. الا قبت بيني وبينك. انا وياه. انا وياه. انا وذا الحمر ذا. لا لا انا ما جا بيني وبينك. حمر خلوني يا بروح. حمر خلق برا. لا لا انا ما جا بيني وبينك شيء ترى يا ولد. يا بالريح انت كلمه منك تضرب ضغطي اليوم. ما تحمل منك. ليه ليه ابو راشد يا اخوي انا ما قلت. لا لا ما هو لا ما هو كذا. يا اخي ما حبيت. لا لا بس تحب الناس. الله اكبر. اي والله قال انت تحب 26 كذبني. يا الله ابو راشد اكيد صوتي طلع. يسالك تحب ابو كاتم. انا ما دانيك انت ابو كاتم. انت ما حولت لي من زور. تصدق انا وياك ما انت تقول من زوره. هو وغازي الذيابي يبي في تبده. لا مبقط اليوم عشاء يجي عنده. مسكين غربان عليك. شفت شيخ. لا لا وش حضرته هذا والله نعم الشارب. شكرا شكرا الله يعطيك العافيه. ممنوع ممنوع العشاء هنا والله. يا من جاني هنا ولا خلاص غادي بيني وبين حلمان. بكره يجيك ابو كاتم والله لاعطيك اياه واقوم منه. لا 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 تمت. ما اروح من يوم. باكل معك يا اخوي. لا تاكل معك. انا ما معي فلوس. كل واحد بفلوس. ما معي فلوس. لا معصب. انت ما ترزق. لا والله كله والله كله لاحقك اليوم صراحه يا ابو راشد. حبيبي هسه انا اجيب اخوي. الله يبيض وجهك. ما معي فلوس يا ابو راشد. تعش تعلى بالعافيه لاحقك اليوم. ما معك فلوس؟ وين اللي يقول قبل شوي تصدق اني ما صرفت من فلوسي؟ ما معي عشان اصرف. انت بخيل يا رجال. ما معي عشان اصرف. يا ابو سعد يا ابو سعد ابو راشد لاحقها اليوم صرف. خليه ياكل شوي. اي والله التعب. هذا الادخار نظام الادخار يا ابو راشد. ابطا يجي المسواك. هذه ما هي لاحد. قلت لك مخزانه بس الفوتنه قول لي. انت هاقين انها بتحقر اللقمه. بس عادي. يا الفي العاب الله يعافيك. اصا اصا وفرك بخلنا تعش. ابشر محمد بن عبره البري. تجاك سنت الله. اعطيني انا اقوم عليك لا لا سم سم انا اقوم عليك ابشر الحين بسالك يا ابن عمرو. في فناجيل لو ابو كاتم. والله ما هي حامل. في قهوه جديده هذه. عصب عليك. في عندك فناجيل؟ ركز معي. لا والله قربها تكفى. لو كبرت القصه. لا لا خلها بيني وبينك. عصب عصب عصب. بسم الله عليك. ما له داعي نغني وين ظاهرته. ما دعني قديم في الجامعه. يا شيخ سلام. توادعني. احنا 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 نتفرج على بلاد كلمات واداء. اي والله ظاهر الرجال وكذا بلاش ناط ولا شيء مسكين. وحشتني. اقلب منك اشيل منك اللقب ابو. لا خلاص تخيل ابو راشد. ابو راشد انهم ظاهرين وكذا. رجل الدب ذا ما يسكت. ابو راشد يوم قلت ظاهر هذا ما له سلم ذا. طفوه يا رجل شوي خلنا. والله يا ابو راشد تمشي كذا ظاهر مع البوه وهو يشوتك شوت. ما داعي والله اللي بقوم اشوتك انا الحين. ايش قاعد يشوتني؟ من يشوتني يا ابو؟ خلاص ما حد شاتني من ريجي يشوتني الحين. ايش رايك؟ العقيد عقيد عقيد مهما كان تبقى القيم والاخلاق. يا رجل عقيد. نعم العقيد ما يضعف قدام ابو كاتم. من يبلش يا العقيد هو المفروض
العقيد ابو كاتم صح يا شباب ولا لا؟ يستاهل ابو كاتم. ابو كاتم هو العقيد بس هو تو ما صار شيء ترى.